احلى حاجه في يومي كوبايه القهوه دي. تعالوا اقول لكم على ثقافات مختلفه في شرب القهوه وعادات وتقاليد. اكتر حاجه بحبها هي القهوه التركي، وطريقه عمل القهوه التركي بسيطه جدا. بن متحمص فاتح او غامق او وسط، ممكن تحطوا عليه حبهان مستكه، وبيتحط عليها السكر سواء مظبوط او ساده او على الريحه. وطريقه تحضيرها بتكون بوش وفنجان صغير زي ده. الطريقه الثانيه والعادات هي شرب القهوه في الترمس، دي بتكون من عادات الضيافه عند السعوديين، ويديك فنجان القهوه ويقول لك سم وانت تقول له سم الله عدوك. ونوع القهوه بيكون مختلف، البن بيكون لونه اخضر وبتكون عليه بعض الاضافات زي الحبهان او الهيل زي ما بيسموه، بيتطحنوا مع بعض وتبدا تغلي القهوه وتتحط في الترمس وتتقدم في الفناجين، ودي من اشهر عادات الضيافه عند السعوديين. وبالنسبه بقى لاهل النشامه الاردنيين، لازم القهوه تكون متحمصه كويس جدا ويتم اضافه عليها الحبهان وتتغلي على درجات حراره عاليه جدا، وممكن يضيفوا عليها حاجات تانية زي القرنفل وزي الهيل. قولوا لي بقى انتوا منين وايه عادات شرب القهوه عندكم.